بالنسبه للمقابله يعني تقنيا حاولنا ما امكن، لان جميع المقابلات تسجلوا علينا اهداف، حاولنا نخدموا سيرتو لا لين ديفونسيف باش ما يتسجلش علينا، لان في اي لحظه نقدروا نسجلوا. غيرنا حتى من الشاكله، لان اصبحنا لعبنا اليوم بكاردو 3-1. شفنا الفعاليه يعني المسانده ديال اللاعبين الوسط بالنسبه للدفاع، هذا هو اللي خلانا ما نسجلوش، وكذلك المساعده ديال اللاعبين الاطراف بالنسبه لخط الهجوم اللي خلقنا عده فرص. يعني بكل صراحه وصلنا بجميع الطرق، يعني لا بالكرات الارضيه ولا بالكرات الطويله. تنظن بان اليوم شخصيا يعني مرتاح للاداء ديال اللاعبين، يعني شفنا واحد الروح قتاليه كبيره عند اللاعبين. انا ما يمكن ليا الا نشكرهم، هي كما دويت مع اللاعبين داخل المستودع الملابس، ولو قدر الله وكنا نهز من اليوم غنكون راضي وغادي نكون عندي نفس الكلام، لان يعني لا جرينتا يعني الروح القتاليه باش لعبوا اللاعبين اليوم ما يمكن الا نشكرهم، وان شاء الله باقي تابعنا غنشتغلوا ان شاء الله. صاحبي هذا شغل الفريقين الاثنين من مناطق الخطره. كانت مقابله صعيبه على الفريقين، جاتنا فرص في الشوط الاول وحتى في الشوط الثاني، نفس الشيء بالنسبه لرجاء بن بلال، كانت عندهم فرص. لا رياكسيون تاع رجاء بن بلال وخاصه بعد تغيير المدرب، دائما نعرفوا اللي عندهم رياكسيون كبيره اللاعبين، لكن بالنسبه لي انا باش نشوف نص الكاس الفارق، هذه اول مقابله ما قبلناش فيها هدف، ديجا ان بوان بوزيتيف للفريق. خلينا المسافه بيننا وبين رجاء بن بلال 9 نقاط كامله، نقطه ايجابيه. ثم مجموعه من اللاعبين اللي قدمت مقابله طيبه، نشوفوا خاصه الفقيه الانتدام تاعنا الاول قدم مقابله مرضيه حسب رايي، عنده افضل ان شاء الله. اولمبيك قريب في قادم الجولات يكون افضل بكثير من اللي شفتوه الحين، وان شاء الله الروح المعنويه نتاع اللاعبين نتاعنا قاعده تزيد، وان شاء الله باش ندعموا فريقنا باش يكون اللي يمثل الاطار الفني ويمثل المكتب وجماهير اولمبيك خليبيا اللي تسعى باش تكون فريقها في افضل المناصب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.